اديتي الدواء لابوك يا بطة؟ بطة في ايه مالك؟ انا حامل يا احمد. نعم انت بتكلمي بجد؟ ومالك فرحان كده ليه؟ مش قلقان ولا خايف؟ قلقان وخايف؟ قلق وخايف ليه يعني يا بطة؟ بطة انت مراتي وانا اكيد نفسي اخلف منك. انا مش عايزاها، انا مش عايزه اخلف يا احمد، مش عايزه عيال خالص. انا هروح انزله. وايه ده اللي تروحي تنزليه ومش عايزاه برضه؟ اللي انت بتتكلمي عنه ده يبقى ابننا. انت بس تلاقيكي خايفه ولا قلقانه عشان دي اول مره. انما بعد كده تتعودي وتبقي كويسه. مش هتعود على حاجه، انا هروح انزله عشان خاطري. ما تقفليش فيها يا احمد. مالك يا بطة؟ انت خايفة؟ بس والله احنا مش مضطرين نروح على فكرة. اللي احنا رايحين نقتله ده يبقى ابننا. حبيبتي ما تخافيش، والله هنعرف نعيش ونصرف عليه ونخليه احسن حاجة. ونعمل العيلة اللي انا وانت كنا بنحلم بيها. مش هقدر اخبي عليك اكتر من كده. اللي في بطني ده مش ابنك. فيه بطك اتحمل وسقطت. ماشي، طب انت زعلان ليه؟ ما ده في مصلحتك. ومش انت كده كده كنت هتسيبها؟ بقولك يا احمد، تعالى لي في العدل. الزعله دي مش زعله عيل ما شلتوش ولا شفته. الواد ده مش ابنك، مش كده؟ تمام بس سعيد، فتحت نفسيتك لغيره ونجست اسمه يا زباله. جرايه يا سيد، في ايه؟ جرى ان بنتك سحبه في الوساخه وملبساك الاوامطه. الا الدكتور احمد يا بنت، ده انا عايش رقبتك فيها. بص يا سيد، بنت هتموت فيها. هتموت ولا تولع بجاز وسخ. انت يا بنت
هو ده جزاته اللي لمك من الشوارع وكتب عليكي؟ بس يا سيد اهدى عشان خاطري. اسمعي يا بنت، من هنا وطالع تنسى احمد ده من دماغك، ورقتك هتجيلك لحد عندك، انت فاهمه ولا لا؟ ليه ابوك الغلبان ده؟ انا كنت دفنتك مكانك. لما بنتك، لما بنتك بقى فوق من الغيبوبه اللي انت عايش فيها دي. يلا يا سيد، يلا يلا يا اخويا. الو رحاب، ازيك؟ الحمد لله كويسه. معانا الليلادي، اوعي تغيري رايك. لا يا جنى، اصل لا انا بس مش عايزه اسمع غير انك جايه. انا هبعت لك عربيه لحد البيت عشان تجيب. باي. بس انا كنت عارف ان انت توافق، اصل ده بيزنس، يعني توافق مزاجك احسن ما توافق غصب عنك. انت عارف انت بتفكرني بايه؟ لا بس عارف انت بتفكرني بيه، بس مش دي القضية. انا هاخد منك 100,000 حباية اول طلبية، ما تستغربش قوي، دي اول حاجة بس عشان نجس السوق بيها، بعد كده الطاقة يبقى 2 و3 كمان. ودول هتوديهم فين ان شاء الله؟ ملكش فيه، انت عليك تسلم وخلاص. اوكي، قدامك 10 أيام وتسلمني اول طلبية، وانا اللي استلم بنفسي، بعد كده حد هيتابع معاك. محدش بيفضل كسبان على طول يا ابو خارست، الموجه بسيرها تقلب، واول ما هتقلب هتقلب اللي معاها. الموجه ما بتقلبش غير على غشيمه بس، لكن لابس عوامه لا يهمه موجه ولا البحر كله كمان ولا تسونامي. انت اللي جابك؟ انا جبت معايا العود بتاع المحلات، ادي له بقى. يلا يا جماعة أنا جاهزة. مايك يا أستاذة. 3 2 1. مساء الخير أعزائي المشاهدين، النهاردة زي ما وعدتكم الحلقة هتكون مختلفة وجريئة جدا، مع الصحفية الشابة اللي شغلت الرأي العام كله. معانا ومعاكم رحاب جدر. مساء الخير يا رحاب، احكي لنا بقى حكايتك. أنا كنت بعمل شغلي، يعني كنت بسأله وهو بيجاوب عادي، وبعدين فجأة بدأ يشتم بطريقة غريبة. طب وطالما الكلام ما عجبكيش ما مشيتيش ليه؟ يعني أنا ولا الحس الصحفي والجري ولا الخبر هو اللي خلاكي تكملي، مش كده؟ يمكن. ايه اللي بيحصل ده سلطان؟ العيال مقطعين بعض في الشاشه الصغيره. اه انا عارف اللي بيحصل البنت ده والله، كاني شايف البنت دي واحد تحت. والله الواحد اتخانق من العيله دي، تصدق ما بقتش عارف الناس دي كويسه. لم لسانك يا صلاح، مهما حصل كان المفروض نحاجه ونغطي، واللي يتكلم يقطع لسانه. يا عم الحاج انت بتحاج ليه؟ شاغل روحك ليه؟ اذا كان هم مقطعين بعض اهو، في اكتر من كده، ما تقول حاجه يا عم. لا يا صلاح، ما كله بالاصول عشان خاطر العيش والمال. هما كان حد فيهم راعى الاصول ولا العيش والمال؟ قسما بعز جلال الله، لو ما لميت نفسك يا صلاح ما حد هيقف لك الا انا. وبعديني بقى. اجرى يا سلطان، في ايه مالك؟ ودي بقى اول مغامره صحفيه تعمليها، ولا انت كنت رايحه عشان توقعي؟ لا طبعا انا ما قصدتش كده. تفصلي بايه بقى التسجيل الفيديو اللي نزل على يوتيوب؟ معرفش. يعني مش انتي اللي رفعه؟ وانا هعمل كده ليه؟ يعني شهرة، فلوس، او الاتنين مع بعض. اوكي نروح لفاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. ايه يا بنتي، دافع عن نفسك؟ ده انا بديكي فرصة ما تحلميش بيها. فعلا فرصة ادافع عن نفسي
ولا تكبري على حسابي. بطلي غبائك ده بقى. انا همشي. استني هنا، لو مشيتي هتلبسي التهم عليكي اكتر واكتر. افهمي بقى. ورجعنا لكم تاني وهناخد اول اتصال تليفوني معانا النهارده. وائل من القاهره، اهلا بيك. اهلا. الحقيقه في حاجه مش قادر اصدقها من اول الحلقه، يعني مش كفايه كذب لحد كده وتقولي الناس دي بقى مين؟ مش دي اختك برضو؟ الشو والفبركه والجو ده زهقنا منه خلاص، ارحمونا بقى. ايوه اختي، رحاب جدل اختي، وانتوا لازم تعرفوا الحقيقه زي ما تعودنا في البرنامج ده، حتى لو الحقيقه على حسابي انا شخصيا. رحاب غلط، مش عيب اننا نغلط، بس العيب ان احنا نستمر في الغلط. قولي لي بقى يا رحاب،